إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجة. كما تشوف عنوان الحلقة، موضوعنا اليوم هو الذهب. كما كتلاحظوا هنا على الويكلي فريم أن تقريبا 20 سنة الأخيرة، إلى جينا هنا المناطق 2003 حتى تقريبا بداية ولا النصف ديال 2008، كما كتشوفوا يعني كان واحد تقريبا واحد الصعود يعني قوي وقوي جدا. من بعد جات واحد عملية تصحيح حتى تقريبا سبتمبر 2008، حتى النهار بدات عندنا الأزمة الاقتصادية ديال 2008 كما كتعرفوا، يعني شاهدتوها حتى في 2020. في هاد الأزمات هادو تيكون الكاش هو سيد الموقف. هذا ما يعني بأن كما كتشوفوا فإن الذهب كان هبط تقريبا هبط 30% بعد هذا الانخفاض القوي الأسواق التقليدية. يعني بزاف ديال المستثمرين اتجهوا إلى المعدن النفيس، ولا جينا نشوفوا منذ الإعلان على الأزمة حتى تقريبا 2011، يعني إلى جينا نشوفوا تقريبا ما كملش 3 سنوات، نشوفوا شحال كان الصعود ديال الذهب، 173% أقل من 3 سنوات، وهذا عائد ضخم وضخم جدا بعد الانتعاشة اللي وقعت في الأسواق التقليدية. الذهب ارتكز قريبا على منطقة 1200، هي اللي بقى غادي عليها بسنوات، يعني تقريبا من 2013 حتى 2019، 75%. راه دخل فيه حتى وقت كورونا، يعني كما كتعرفوا كان الأسبوع ديال الإعلان على الإغلاق كان واحد النزول قوي ديال الذهب، تقريبا كانت واحد 100 دولار، لان كل شيء كان تيقلب على الكاش. ولكن بعد اسبوعين بانت البوادر ديال واحد الازمه اقتصاديه، شفنا واحد الصعود قوي وقوي جدا ديال الذهب. وكما كتشوفوا يعني تقريبا عندنا واحد شكلنا تقريبا حتى النصف ديال 2020 تقريبا 75%، يعني فتنا لمنطقة 2000 دولار. وكما كتشوفوا هنا على يعني الشارت، يعني قمة أعلى من قمة. ومن بعد كما كتعرفوا رجعت الانتعاش الاقتصادية للأسواق التقليدية، وشفنا واحد المسار تقريبا هوريزونتال مع واحد صحيح ديال أسبوع، حتى تصحيح هذا هو مهم، عطانا تصحيح تقريبا 20%. يعني كما شفتوا هنا طلعنا كداو 70% وكان واحد الصحيح ديال 20%. والان نمشي نضرب واحد اطلاله على الفريم ديال 4 ساعات. كما كتلاحظوا الان عندنا تقريبا منطقه 1680 كتشكلنا واحد الدعم ودعم قوي لسعر الذهب. وكما كتشوفوا الان على الفريم ديال 4 ساعات عندنا واحد التصحيح ديال سعر الذهب، والتوقعات باننا يمكننا نلمسوا عاوتاني هاد المقاومه اللي كتشكلنا واحد المقاومه جد قويه، لان كنركزوا عليها هذه تقريبا في السنتين الاخيره. ولكن اخواني اخواتي، كما شفنا في الازمه الاقتصاديه ديال 2008 وديال 2020 في الوقت ديال الكوفيد، كان واحد الوقت المستثمر خاصو تيقلب غير على الكاش. يعني هاد 1680 واخا في النظر ديالي فهي كتشكل بدايه ديال التموقع، بدايه ديال الشراء، فمن الممكن ان الذهب ايضا يمشي لواحد القيمه حتى ديال 1500. ولكن هذه غادي تكون، انا بالنسبه لي هاد 1500 تكون أسوأ الحالات، وبعدها سوف تكون انتعاشه قويه لسوق الذهب، وهذا يمكننا باش ندير واحد الارباح قويه بزاف في السنوات القادمه ان شاء الله. أزيد إلى ذلك يعني قدروا ندخلوا في واحد الركود الاقتصادي مع تفاقم الأزمات، وفي ذلك الحين سوف يكون التهافت على الذهب. لذا يعني في الأسابيع المقبلة إذا كانت واحد سلبية من الفيدرالي الأمريكي على الأسواق، هذا غادي يشكلنا بأننا نأخذ مراكز في أسواق الذهب بأسعار متدنية ومتدنية جدا. يعني اخواني اخواتي، الا بغينا نشوفوا واحد المنطقه اللي يمكننا نعتمدوا عليها في اتخاذ قرارات الشراء،
هتكون هي منطقة 1680 تقريبا إلى 1540. فهذه المنطقة كلها تتسكن مناطق جيدة وجيدة جدا لشراء الذهب. إخواني أخواتي، كنشكركم على المتابعة. إخواني أخواتي، إلا كنتم كتشوفوا بأن المحتوى ديال القناة إيجابي بالنسبة لكم، فلا بأس بأن الواحد يدير معنا واحد الاشتراك واحد اللايك. شكرا لكم للمتابعة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.